السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. ومعانا تليفونات مستنيانا. أول تليفون سهير. أهلا وسهلا. أهلا بك يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، اتفضلي. الله يخليك استاذ حبيب، بس سؤالين لو سمحتي. بس علي صوتك. استاذ حضرتك في سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، حبيب قريبتي متزوجه معها 4 اولاد، واحد يعني 16 سنه والثاني 13 واثنين توأم، فيهم واحد تعبان قوي بتروح بيه جلسات وبتاع مرتين في الاسبوع، فحامل في شهر وعاوزه تنزل الحمل، فهي فعايزه تعرف هل ده يعني صح ولا غلط. طيب تمام. السؤال الثاني، ده الاول، ده السؤال الثاني. حضرتك بنت حفيدتي ثانويه عامه، هي عندها بتاع دوت، عندها يعني وسواس شيطان في موضوع النظافه خاصه في الوضوء. انت ممكن تتوضى مثلا في ساعه تغسل ايد وتشيل ايد وتحط ايد وهكذا، وممكن تطلع تصلي الطرقه ترجع من الطرقه، لو بدات تصلي ممكن تطلع من الصلاه وتروح تتوضى ثاني. وسواس. نعم، عندها وسواس عالي. فغلبنا فيها، وباباها يعني حسابه على خير بيقعد معاك كتير كده في القصه دي ويقنعها ان هو لا ده مش كده كذا، مفيش فايده، هي مصره على ده وطول غصب عني، انا بحاول بس انا مش قادره، حاسه ان انا على طول بعمل حاجات وبتنقض وضوئي وان انا ما بتوضيش، نسيت ايدي نسيت رجلي فبعيد تاني. لكن هو ما فكرش ان هو يسال حد نفسي؟ هو بس في، انا الصراحه في ناس قالوا لها نفسه مش عايز يتجه، يعني اطباء دي بالها طويل، هي ثانويه عامه، فقال انا مش عايز اتجه الاتجاه ده. فبصراحه انا قلت انا اسال اصلا السؤال ده واقول له لو الشيخ قال لي نفسي يبقى خلاص، يبقى هقول له لسه سالت لك وموضوع نفسي يعني. ماشي يا حبيبتي. حاضر يا فندم. حاضر. العفو حبيبتي. اما بالنسبه للسؤال الثاني على طول، فانا اعتقد ان ده تحتاج الى طبيب نفسي لعلاج الوسوسه، وان كان يعني عشان ما تزيدش بس معاها في حاجات تانية في حياتها طبعا. لكن من الناحيه الشرعيه اللي احنا بنقول لكل انسان يعني كل ما يجول في خاطرك، انا تقريبا نسيت، انا عملت ادم دي خلاص، اصبحت انا في وسوسه واصبح ممكن ينقلب الى مرض، والمرض ده ممكن يطول معايا جدا، وبعدين ممكن يضرني في حياتي الدنيويه دي. فاحنا بنقول والله استخدم الفرائض، يعني اعمل الفرائض بس وخلاص، اغسل وجه مره واحده، والله انا ما غسلتش، لا انا غسلت خلاص، والله انا زودت فيها 3 مرات، انا كده غسلت، لا بس تقريبا انا حاسس، ما ارمي الاحساس، القي الاحساس ده ورا ظهرك خالص، يعني كان بنقول للشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا مش هسمع كلامك، انا عملت خلاص هصلي برضه، لكن انا مش قادره يعني اتجاوز النقطه دي والمرحله دي، فانا عليا لابد من طبيب نفسي مباشره يبدا يعالج لي الحاله دي. اما بالنسبه للسؤال الاولاني، شوف اخوانا الكلام هيكون واضح، نحن نقول وهذا ما اخذ به القانون المصري أنه لا يجوز للمرأة أن تجهض ولو لساعة واحدة، ولو لساعة واحدة، اللهم إلا إذا كان هناك ثمة ضرر محقق على المرأة. واللي هيقول الكلام ده الأطباء، فإذا لم يوجد الضرر المحقق فلا يجوز الإجهاض. يعني الضرر تاني الضرر قصدك لازم يبقى صحي؟ ضرر، اذ الاطباء هم اللي هيقولوا، هيقولوا الحمل ده خطير عليك، واخده بال حضرتك، فالحمل خطر، نعمل ايه؟ هتنزل الجنين. ليه؟ لان في ضرر محقق على المراه. فايه اللي بيحصل يا استاذه دعاء؟ نبقي الاصل ولا الفرع؟ الفرع اللي هو الجنين. الاصل اللي هي الام طبعا هي الأم. اهم ده لو في خطر على صحه الام، مين اللي هيحدد ده؟ الطبيب، الاطباء، مش احنا. ايوه، لكن هي السؤال بتاعها مش بتقول كده خالص، هي بتقول انه هي مخلفه 4 اولاد ومشغوله معاهم، يعني سؤالها والام كويسه وصحتها كويسه والحمل كويس ومفيش مشكله خالص. احنا قلنا لكن إيه؟ هي بتقول ان هي مثلا كانت عامله يعني وسائل او كذا، يعني هو جه بالنسبه لها غلطه، هل من حقها انها تنزله ولا لازم تكمل بعد شهر؟ وانا بقول حتى القانون المصري اخذ بالراي ده، ان هو لو لساعه واحده، ما فيش حاجه، احنا لن نبيح الاجهاض ولو ليوم واحد، ولو يعني ليوم واحد يعني تكمل الحمل، تكمل الحمل ايا كان عندها عدد من الاطفال، الا بقى لو كان ايه، الا لو كان في طفل يعني في ضرر، يعني الضرر ده الاطباء هم اللي يحددوا، ما فيش ضرر، بس على ضرر صحي
في صحة الأم دي حاجة تانية. دي حاجة تانية. احنا عندنا الأصل لا. بالنسبة للسؤال ده الأصل لا. لا السؤال ده إجابته لا. لا بس كده عشان هي ما تتوهش مني. طيب وأنا باخد بالكلام ده بمذهب الملكية في الحتة دي اللي أخذ بيه القانون المصري. تمام. قصدك يعني شرعا وقانونا؟ لا شرعا وقانونا لا. احنا عندنا بس يا استاذ في نقطه ان حكم يا اخوانا عشان الناس يقول لك ايه وبعض الفقهاء فاجازوا ان هو طول ما هو في حيل اربعه اشهر وبتاع وما ده من باب التعليم. من باب التعليم هقول لك والله اراء العلماء وانت حر وخد اللي انت عاوزه بس انا عندي حكم الحاكم يرفع الخلاف في المساله ادام الحاكم حكم في مساله اللي هو القانون بتاعنا فاحنا لابد ان نحترم القانون. تمام. معانا ايات. اهلا وسهلا. ايوه علي صوتك مع حضرتك يا استاذه دعاء. طيب علي صوتك يا حبيبتي قولي سؤالك. الو ايات مش معانا. طب حاولي تكلمينا تاني. فاطمه اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا. ايوه حبيبتي اتفضلي. الله يخليك. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا استاذه. الله يخليك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا معلش معلش كده عندي كام سؤال كده على طول هقوله لك. انا دلوقتي الحمد لله فضل من ربنا انا بصلي وعارفه ربنا وكل حاجه بس هو في عندي مشكله بس. اتفضلي يا فندم. انا يعني تعبانه نفسيا وغير كده يعني انا دلوقتي رفع قضيه وقفت مع جوزي دي واقفه 100 100 شنطه حافظت عليه رفع قضيه كل حاجه عملتها. المهم دلوقتي هو محبوس ماشي فانا كنت بروح له زياره وكل حاجه وكنت واقفه معاه وقفه رجاله فعلا. في الاخر بقى يشتمني وهو في الحبس وبقى يهني ويقول لي انت بتجيبي لي ايه ولا عملتي لي ايه؟ انت ولا ليكي لازمه عندي. انت مالكيش لازمه عندي. دلوقتي انا ليا ذنب اللي انا رفعت قضيه بس انا رفع قضيه خلها. ليه ذنب اللي انا رفعت قضيه ولا ايه؟ قضيه ايه؟ خلع. ايه؟ طيب هو بس هو معلش هو مسجون في قضيه ايه؟ لا يعني قضيه جنائيه مثلا في 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 جنحه في جنايه. هو دلوقتي يعني انا وقفت وقفه جامده وصبرت كتير واتحبس بدل مره اتنين وقفت معاه وفي الاخر بقى يشتمني وانا مش عارفه اعمل ايه. زهقت تعبت. هو بقى له قد ايه؟ هو دلوقتي بقى له سنتين. وهو اتحبس مره قبل كده برضك وقعد سنتين ودنتني قاعده مستنياه وصبرت ووقفت معاه برضك ما سبتهوش ورجع تاني برضك انحبس تاني. طيب هو من حقك من حقك اللي انت تطلبي الطلاق والطلاق للضرر ما فيش مشكله او تخلعيه كل ده جائز ليكي ما فيش مشكله فيه. معانا ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. لو سمحت والله كنت عايزه اسال سؤالين يعني. اتفضلي. السؤال الاول انا على طول بحفظ يعني بقرا المصحف وختمته كذا مره بس مش عارفه خالص احفظ. نفسي احفظ القران. بتقرا وتختم بس مش عارفه تحفظ. انا ختمته كذا مره بس مش عارفه احفظ. ده اول سؤال. ثاني سؤال بالنسبه لزكاه المال. في مبلغ معين حطه في البنك وديعه فباخد منه عائد مع المعاش بتاعي فطبعا مش مكفيني في ظل الظروف اللي احنا فيها فمكفيني الحمد لله استطرني يعني وكده. بصي عشان صوتك بس واطي انت قلتي السؤال الاول مش عارفه تحفظي القران وانت بتختمي قرايه صح كده؟ بختمي قرايه كذا مره. بتختمي قرايه كذا مره لكن مش عارفه تحفظي. أيوة. ده السؤال الاول. السؤال الثاني حاطه فلوس وديعه في البنك. ايوه. وبتاخدي الفوائد بتاعتها؟ ايوه. تصرفي منها على نفسك؟ ايوه. طيب. زائد المعاش اللي باخده بس يعني في ظل الايام اللي احنا فيها ديت فهو زائد المعاش وهم دول اللي انت عايشه بيهم. فانا خايفه يعني من يعني هل يجوز لي ان انا اطلع زكاه مال ولا انا كده ايه؟ ايوه زكاه المال. انت عندك فلوس؟ الفلوس دي قد ايه؟ الوديعه دي قد ايه؟ والله مبلغ يعني باخد منه عائد يعني لا يعني الشيخ يقصد ان هي بلغت النصاب. انت عارفه النصاب يعني ايه؟ يعني السنه صح؟ ايه؟ لا النصاب للسنه. لا النصاب اسمعي يعني اسمعي شروط الزكاه من الشيخ. الفلوس دي تعادل 85 جرام من الذهب.
والله مش عارفه يا شيخ، بس انا اللي باخده من العائد اللي باخده هم 2000. هو ما بيتكلمش من ما بيتكلمش على العائد، بيتكلم على اصل المبلغ. انت عارفه يعني لازم عشان الواحد يطلع الزكاه تبقى الفلوس عدى عليها سنه، والفلوس دي قيمتها تساوي 85 جرام 85 جرام ذهب. انا مش عارفه حكايه قيمتها 85 بصراحه والله. طب احسبيها وشوفي اذا انت بتحسبيها كده مع نفسك، وشوفي المبلغ ده هيساوي 85 جرام ذهب ولا اقل. لو اقل خلاص مفيش زكاه، اكتر يبقى لازم تطلعي يعني الشيخ 2.5%. هقولك يعني احنا عندنا دلوقتي الذهب يا سيدتي الكريمه الان يعني تقريبا 3 وشويه كويس، اللي هو الجرام انا ما اعرفش كام، فاحسبي بقى اللي هو 85 جرام بيساوي كام خلاص، واشوف الفلوس دي هي تساوي ال 85 ولا لا. ده تساوي معديه وما شاء الله وربنا مبارك، هطلع 2.5% كل ايه كل سنه هجريه. لا ده مش مبقى ده ما فيش خالص يا مولانا، ده احنا يا دوبك 150 الف ولا حاجه، يبقى دي مش ما فيش نصاب وبالتالي ما فيش زكاه. تمام. سؤالها الاولاني بقى بتاع القران مش عارفه تحفظ. بصي احنا عندنا الانسان دي بنسميها انا بنسميها كده حاجه اسمها المعالجه، اللي هو يعني المعالجة أنا أمر شديد على النفس أنا مش قادر اللي أنا أحفظه، فالعلماء لما علمونا بيقولوا لنا عالج المسألة دي، عالج سوء الحفظ بكثرة التكرار. يعني إيه؟ ودايما أنا بقول الكلام ده، في حاجة اسمها عندنا بيسموها أو علماء الشناقطة بيسموها القف. القف ده اللي هو كل 5 أسطر تقريبا أو 4 أسطر أو الصفحة دي قسمها على 3 مرات أو حسب ما تستطيع. اقعدي بص كده في الـ في الـ في اللوح الجديد او الايات دي نظرا، يعني انا بقرا الايات كده من باب النظر لغايه لما افهم المعنى مع سماع واحد زي سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري المصحف المعلم، خلاص مده 10 مرات بسمع المصحف المعلم مده 10 مرات نظرا، فانا عرفت اقرا خلاص فهمت الايات رايحه فين وجايه منين، الحروف رايحه فين وجايه منين. بعد كده انا ببدا بقى عمليه الحفظ، لو امسك السطر الاولاني اقعد احفظ واكرر واكرر، اقعدي كرري ان شاء الله 100 مره، ولو 100 مره يبقى انت ممتازه. كرري كرري كرري، اجيب السطر الثاني وبعدين اربط الاولاني بالثاني وبعدين اجيب الثالث واربط الاولاني بالثاني بالثالث لغايه لما تلاقي نفسك ما شاء الله حافظ. اقعدي كده مده مثلا 3-4 ساعات، وبعد 4 ساعات هات المحفوظ ده مره ثانيه وثالثه ورابعه، يعني سمعيه لنفسك كده 3-4 مرات او على حد قبل ما تنامي، هات المحفوظ ده وسمعيه قبل ما تنامي. طب قمت من النوم عاوز ابدا الجديد، ما سيبش القديم بقى، على الاقل اكرره 5 مرات. اعملي ده 4 ايام في الاسبوع، سبت حد 2 3، ويوم الاربع والخميس والجمعه مراجعه لل4 ايام. بالطريقه دي انت خلال باذن الله 5 سنوات، لو خدنا بس ال4 سطور يعني ده 5 سنوات، هتكوني ختمتي القران الكريم مش بس حفظا لكن مع التثبيت. ايات اهلا وسهلا. دعاء. ايوه حبيبتي اتفضلي. حضرتك انا معايا مشكله، انا متجوزه بقالي 10 سنين معايا 3 اولاد وحاليا انا حامل. اهل جوزي عاملين معايا مشاكل كتير، جوزي مسافر بره مصر وكل شويه هم يسلطوه عليا، يفضل بالشهور ما يكلمنيش، وقبل كده حصل بيني وبينه انفصال رسمي، بس انا وقتها كان معايا ولدين ورجعت له بعد شهور العده بعقد جديد لان كان طلاق بائن، فرجعت عشان ولادي. كان اول حاجه كان كويس، بعدها انا جبت بنت، يعني حملت وجبت البنت، اول ما عرف ان انا فيها بنت قال لي نزليها، انا رفضت شطر. رفضت بشده. كويس. وخلفت بنت وهي ما شاء الله دلوقتي عندها 6 سنين. ربنا يحفظها لك يا رب. الله يخليك. بعدها حصل عندي إجهاض 4 مرات، يعني أنا الإجهاض ده من غير سبب. أيوة. فأنا يعني خمنت إن ده ربنا عقاب، يعني ليه من ربنا إن هو كان عايز يخليني أنزل البنت. بعد كده يعني أنا حاليا حامل يعني في الشهر 5. وبعد ما كان متلهف على العيال ونفسه يخلف وكده، دلوقتي حاليا بقاله 2 شهر مقاطعنا. قال الليل انت حامل برضو ببنت صح؟ لا في ولد. هو أيوة مش خلاص بقى كره بقى الاولاد بقى خلاص. جات له سدت نفس عشان اهله بيعملوا معانا مشاكل، بيعملوا معايا انا مشاكل.
ايوه يعني هما بيعملوا معاه، هو كاره بقى الاولاد ليه؟ ما هو كان نفسه في الولد وخلاص ربنا كرمه وجاي له الولد. لا ما هو هو مش المشكله مش في موضوع الولد او الحمل، هو المشكله ان اهله يعني بالمعنى الادق هم ان هم بيسلطوه عليا. هو انت عايشه في بيت عيله؟ بالظبط كده. بس والدته تبان انها ست طيبه، لكن اقسم بالله انها يعني ان هي مش طيبه يعني يعني والله يعني يعني تمام. بصي يا ايات، بعيدا ان امه طيبه ولا مش طيبه، هو المفروض انت زوجه، والزوجه يعني زوجه مكرمه، يعني ما ينفعش ان الزوج يسيب حد يهينك او حد يجرح كرامتك او ما اشبه يعني، وهو يترك الامر بالطريقه دي. والله انا استحملت اللي ما استحملوش حجر، والله علشان اولادي وعشان انا بيتي ما يتخربش، وافضل يعني باقيه على بيت الاخر لحظه، وفي النهايه ما بيسالش عني وما بيدورش عني في اي حاجه، ويعني واهله اقسم بالله يعني اللي استحملته من اهله ما فيش ست تستحمله، يعني انا حتى اللي حواليا كلهم انا مستغربين انا مستحمله ده كله ازاي. ماشي. هو انا بس انا بس عندي سؤال، لما انت كان عندك مشاكل معاه من الاول وطلقتي مره وكده، عماله تحملي وتخلفي وكده ليه؟ طب انت رجعتي عشان ولادك اللي هم الولدين الاولانيين، خلفتي تاني ليه؟ طب خلاص خلفتي بنت، عماله تحملي تاني أول ليه؟ اول حاجه الرجوع لما جيت يعني رجعنا، انا ما كنتش حاطه في دماغي الرجوع نهائي، بس رجوع كده جزام بتقول كده جه من اول من يوم وليله. خلاص فحملتي في البنت. فحملت، فبعد كده بقت رغبته احملي خلفي احملي خلفي. طب لما انا رفضت قلت له طب انا مش عايزه تاني عيال، الحمد لله يعني حتى الظروف بتاعت الحياه مش زي الاول، لا عايز احمل وسقط احمل وسقط، يعني شفت في الاربعه اللي انا سقطتهم دول حياه يعني حاجه غريبه. بصي يا ايات، انت عندك كم ولد يعني عندك ولدين وبنت وحامل تاني؟ عندها كم؟ ولدين وبنت وحامل، يعني ده الرابع صح؟ ايوه ايوه. خلاص انت توقفي على كده وهو يخبط راسه في حيطه اسمنت يعني. ما انا ده اللي ناويه عليه، انا المشكله مش في كده حضرتك، المشكله ان هم متخاصمين دلوقتي بسبب اهله. يعني انا يا اختي الكريمه انا معلش يعني انا دايما يا استاذه اقول اهو، الزوج اذا لم يراعي زوجته واذا لم يحترم هذه الزوجه، اذا لم يكرمها، فعلى الاقل الا يظلمها، يعني على الاقل الا يظلمها او ان يسمح بالظلم ان حد يظلمها. ولذلك ان احبها اكرمها، وان ابغى احنا هو ده الراجل اللي احنا عاوزينه، وان ابغضها لم يظلم، يعني ايه حقه حقك وخلاص وانتهت المساله يعني. لكن اللي انا اسمح بالتعدي عليها بالاهانه لهذه الزوجه، من حق الزوجه انها تقف وتقول له كن رجلا او نفارق، يعني اما ان تكون او لا نكون، ده الراي يعني. ربنا يهدي. طيب احنا هنطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. هذا البرنامج برعاية ربنا سبحانه وتعالى لما أمر سيدنا محمد بالدعوة قال له إن عليك إلا البلاغ، مش مطلوب منك أكتر من كده، والنتائج دي مش بتاعتك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفس الكلام بالنسبة لأي حد بيدعو الناس لعمل الخير، المؤسسة بتدور على الحالات وبتتأكد من احتياجها وبتحاول إن هي تساعدها على قد ما تقدر، وبنعرض الحالة عليك، وهو ده البلاغ. بعد كده يجي دورك، يا تقبل يا ما تقبلش. يا رب كده يجعلنا دايما في الخير جميعا. وبرحب مره تانية بضيفنا الشيخ احمد وفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه فذكر. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك. شوفي لما رب العالمين يقول ان عليك الا البلاغ، يجي يقول له في ايه تانية ان انت الا نذير، فهو ايضا منذر عليه الصلاه والسلام. من ضمن الانذار ده ان في ملكين بيجوا كل يوم الصبح يقول اللهم اعطي كل منفق خلفا واعطي كل ممسك تلفا، فيخاف بقى العبد، لابد ان ينتبه ان هو ولو بجنيه، لو بجنيه رب العالمين يطرح لك البركه في حياتك. يا اخي تصدق، ولا انا عارف ان الحياه صعبه، لكن على الاقل لو بجنيه حاول انت تحس باخيك الانسان،
ابحث عن الفقراء والمساكين. والله مش قادر يا مولاي والشغل والحكايه. طب جات لك مؤسسه فذكي بتقول لك ادي الفقراء وادي المساكين، ممكن تساهم، ممكن تمشي في رحله الخير مع هذه المؤسسه من خلال وصلات المياه، من خلال الستر اللي هي مبادرات الستر للاسقف، من خلال اللي انت الحالات المرضيه الصعبه جدا جدا ممكن تساهم في علاج الانسان المريض، ساهم. لكن في النهايه خلي بالك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبلاغ فجاء أيضا بالإنذار، وقد أنذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نشوف أول تقرير خير ومؤسسة فذكر. طب هنشرب منين طيب؟ ولا ميه ولا نور؟ والله لا ميه ولا نور قدامكم. المشكله ان احنا ما عندناش ميه وبنملى من بعد كيلو 2 كيلو، واحنا ما عندناش مقدره ان احنا نركب ميه حلوه او نجيب لنا ميه حلوه، فعايزين وصله ميه يعني. عايزين نشر، مش لاقيين نشر. بملى يعني باخد 2 كيلو قبل ما اوصل عند المسافه اللي احنا زي ما انتم شايفين الوضع، احنا قاعدين في منطقه بعيده في جبل زي ما انتم شايفين كده. ومفيش حوالينا جيران ولا حاجه ان احنا نملى. احنا في القريه محتاجه، كل البيوت ما عندهاش ميه، ما عندهاش ميه للشرب، ميه عذبه، كلنا عايشين ان احنا بنشتري ميه. احنا هنا محتاجين يعني ازود من 50 بير في المكان. ما كنت جايبها من بحري وعايز اسقيها ما لقيتش ميه. مفيش ميه حتى تشرب. طلعت ميه حد ما اقدرش اشربها. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسبش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسبش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة، فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة. بإيدك وإيدنا هنقدر نغير، مفيش حد قدم خير إلا التقى. كسبان وكتر ألف خيره، والخير ده أشكال وألوان خسارة تفوته. فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة، فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة. مفيش حد قدم خير إلا التقى.
بيشوفنا في التلفزيون. اتفضل. تقول لهم دلوقتي اللي بره وعمل البير ده، ده فعلا كانت الناس محتاجاه هنا في القريه؟ طبعا. هيخدم بيوت كتير؟ طبعا يا باشا هيخدم بيوت كتير. ايوه والله. وهيخدم كريات، في ناس اللي مؤاخذه اللي بتعدي بهيمه بتشرب، الناس بتيجي تملي، لا مؤاخذه حيوانات. احنا يا بشر والله ربنا يكرمكم، والله يجعلكم في ميزان حسناتكم. لا بجد بقى، والله يجعلكم في ميزان حسناتكم. والله 12 سنه من غير ميه؟ والله هنا من غير ميه. كلمني بقى، انتوا قبل البير ده كنتوا بتشربوا منين؟ بنشرب لمؤاخذه من النيل من تحت عشان نجيب ميه، بنتبهدل وهنا يجي 15 بيت الحريم والعيال الصغيره تنزل على النيل تحت عشان تملى شويه ميه. مفيش ميه خالص، الدنيا هنا كانت خربانه. البير ده الله يرحم الصحاب اللي عملوا. والله بجد يعني احنا فرحانين بيه بجد والله. ايوه الميه نفعتنا هي، وانا بملى منه وبنشرب منه، واحنا ناس مش لاقيين ميه نشرب، جبتوا لنا دي شربنا منه. البير اللي اتعمل ده خدمكم ولا خدمنا؟ احنا بيتنا بعيد يجي حوالي 3 كيلو 4 كيلو بعيد عن البير وبعيد عن الميه، وبنيجي نعبي الميه منين. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. احنا طبعا شفنا التقرير وبير المية، ودايما بنقول المية هي سير الحياة. وعايز اقول ان ارقام تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة لأي حد عايز يتواصل معاهم عشان يعمل وقف لله، يعمل صدقة جارية، او يطلع من الزكاة، او يشوف حالة من الحالات اللي بنعرضها يوميا في البرنامج. تعليقك يا شعب. تعليق يا استاذ دعاء، ان هو في النهاية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني كان يسأل عليه الصلاة والسلام في وقته، النبي كان عايش عليه الصلاة والسلام في خلينا نقول صحراء عليه الصلاة والسلام، المكان في جبال من كل جانب، وبالتالي فكان في ندرة في المياه، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل عن أفضل الصلاة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يدل على اللي الناس محتاجاه في الوقت ده، فكان بيقول للنبي الماء صلى الله عليه وآله وسلم. طب والواحد يقول الحمد لله انا عايش في دلوقتي وفي مواتير بتطلع الميه وفي مش عارف كذا، لا ده في الى الان ناس هي ممكن تمشي مسافات طويله جدا عشان تجيب ميه نظيفه، عشان تقدر تشرب ميه، عشان تقدر تاكل. وبالتالي فبتبدا مؤسسه تذكر تشوف الناس دي اللي هو بقى في الاماكن اللي حدش بيعرف يوصل لها، اللي هو تعالى انت محتاج ايه؟ انا محتاج وسط ميه. واحيانا بيتعمل بير كده في منطقه بيبقى مثلا فيها حوالي 20 بيت 30 بيت 40 يخدم البيوت دي كلها، الناس بدل ما تمشي المسافات الطويله يمشي وليكن 50 متر ولا حاجه اللي هو او 100 متر يروح يملى الميه ويقعد في بيته. تخيلين احنا الى الان يا اخوانا 2023 والناس الى الان بتعمل ده، يعني 2023 احنا خلاص 2023 داخلين على 2024، يعني 2023 اهو و24 احنا الناس الى الان للاسف الشديد يعني سبحان الله العظيم مش لاقية الماء. وبالتالي انت الجنيه اللي انت بتعمل ده يكون في ميزان حسنات. فاذا ما يتوضأ العبد لما تتناثر ذنوب الانسان وهو بيتوضى، مش ذنوبه بس، طب وانا بقى اللي سعدت، طب وانا اللي ما شاء الله سهمت، طب وانا الذي دللت على هذا الخير، انا ماليش نصيب؟ لا، ده الدل على الخير كفاعل، فما بالنا بمن ساهم دل على الخير ثم فعل. يبقى ده محتاجين فقه في المسألة دي. طب الراجل بتتناثر الذنوب، طب وانا اللي قاعد في بيت، ما انا دفعت بقى حوالي 2000 ولا 10000 ولا اكتر ولا اقل، انا بقى اخباري ايه؟ انا اخباري ان ذنوبي يغفرها ربي وانا في مكان. بسبب ايه؟ بسبب الصدقه اللي انا عملتها لهؤلاء الفقراء. سبحان الله. طيب نشوف كمان تقرير ومؤسسه فذكر. حضراتكم بتتفرجوا علينا دلوقتي ودرجة الحرارة معدية ال40 طبيعي، في ناس عايشين من غير مروحة،
من غير شويه ميه ساقعين، من غير حاجات كتير. ليه؟ عشان ام يوسف معانا النهارده، قصتها قصه وحكايتها حكايه زي ما بتقال، لما كانت قاعده قدام باب بيتها وبيتها ولع مره واحده وبدون اي اسباب. عرفت بعد كده السبب وعرفت اللي حصل لها، واحنا عرفنا، ومؤسسه فذكر جات لها النهارده مع اهل الخير عشان جايين نعرف حكايتها وهي عايزه ايه. ازيك يا ام يوسف في البدايه؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه اللي حصل؟ قال المس كهربائي وضرب في الثلاجه، والثلاجه ولعت، البيت كله ولع، هدومنا وحاجاتنا وفلوسنا وحاجاتنا وكل حاجه، الثلاجه ما خلاش عندنا حاجه وهدومنا وكل حاجه راحت. هم بعتوا لنا وقالوا ام يوسف ست ارمله وبتشقى وبتشقى من يوم ما وعيت على الحياه زي ما بيتقال، بتجيب شويه قرص وشويه بسكويتات وحاجات وبحهم عشان انا ادرسها عليا وعلى ابني. انا معايا عيل في المدرسه عنده 5 6 رايح في سنه 6، كل حاجه راحت، ثلاجه وكل حاجه، تلفزيون كل حاجه راحت، ثلاجه مروحه تلفزيون كل حاجه، ببطاقتي بكل حاجه، بهدومك بكل حاجه راحت، مفيش حاجه بقى زي ما انت شفت، والحيطان اتهدت وكل حاجه وقعت زي ما انت شايف حضرتك كده، ما عندناش حاجه. طب وانا ما عنديش مصدر رزق تاني اعمله ولا اجيبه غيره، وباخد 350 جنيه تكفل وكرامه بس، ده المدخل، ده الدخل بتاعي، ما عنديش اي حاجه تانية، ومش هينفع، مش عارفه اروح فيه ولا اجيب منين. يعني انا لما جيت لك وطلبت منك شويه ميه قلت لي مفيش ميه، مفيش ميه عشان ما عنديش ثلاجه. طب انت بتشربي منين؟ انا ما بشرب من الحنفيه، ميه سخنه على طول، ميه سخنه من الحنفيه ليل نهار، ليل نهار ميه سخنه، وما عندناش حاجه نحط حتى فيها. طب أكل. الاكل بتاعي ولا عندي بتجاز ولا اي حاجه اعمل فيها اكل. الاكل الاكل يعني شويه اكل فاضلين، بنعمل ناكل حته جبنه قطر، مش ما فيش، ما بنعملش اكل عشان ما فيش فلوس وما فيش اي حاجه نحط فيها اكل. يعني لا في فلوس ولا في ان احنا ناكل، واما نحب نشرب بنشرب من الحنفيه دي كده على طول، اما احب اعمل اكل بعمل عند الجيره عشان ما عنديش بتجاز ولا حاجه. طب في النار اللي احنا فيها دي، يعني انا الكاميرات مش جايبه، احنا في الصحراء. دي قريه اسمها قريه ايه؟ قريه ابو ديهوم. ابو ديهوم تبع مركز اقصى، مركز اقصى محافظه الفيوم. انت ليكي اخوات اكيد؟ ليا بس كل واحد في حاله. يعني حتى في الشده دي؟ يعني دي شده، دي اسمها شده. ما هو كل واحد بيقول لك يا رب نفسي دلوقتي. يعني لما عرفوا ايه رد فعله؟ يعني جوني ساعه الحريقه شويه ومش ما جوش تاني، والموضوع خلص على كده. خلاص انت بقى مع نفسك. مع نفسك هتعملي ايه انت ارمله؟ طيب ما انا هعمل ايه؟ طب انا هروح اجيبهم من بيتهم يعني اقول لهم تعالوا اعملوا معايا؟ والله كل واحد بيبقى فيه عنده وراثه وشايف اللي الدنيا قدامه. قبل ما نبتدي نصور كده، انت كنت بتعيطي ليه؟ عشان الظروف اللي انا فيها. طيب انا مش عايزك تعيطي ولا كنت عايز افكرك، بس انا ما كنتش علقت، بس ساعتها وانا بتكلم معاكي لقيتي بتقولي لي الظروف صعبه وكل حاجه حمول عليكي، حمول عليكي وانت اللي شايله، برغم ان سنك صغير لسه، يعني ام يوسف عندها 46 سنه. طب اعمل ايه يعني؟ هجيب مني شيل معايا؟ ربنا ماليش الا ربنا، وربنا اللي بعتنا هنا. طب ماشي برضه، وانتوا البركه فيكم برضه، وربنا بعتكم ليا سبب، والحمد لله اشكر ربنا واشكركم على كل حاجه. طيب احنا مش عايزين دموعك دي تنزل، عشان احنا جايين هنا نخفف عنك، ربنا خلينا سبب اخفف عنك، ونوصل صوتك للناس اللي في قلوبها رحمه وعندها انسانيه ومروءه ورجوله، عشان من الرجوله والشهامه والمروءه لما نلاقي ست ارمله ديننا بيقول اللي احنا نقف معاها، بعيدا بقى عن الاخوه واخواتها اللي سابوها ولا اهلها اللي ما سالوش ولا الاهل البلد كلهم اصلا حالتها تعبانه، بس احنا من الشهامه والرجوله لما نلاقي ست ارمله بتقول انا مش عارف اعمل حاجه وما ادهاش اي طريق ولا اي سبيل، خلاص يعني هي رضيت بقضاء ربنا، شقتها ولعت بكل اللي فيها، بس ما عندهاش اي حاجه، اي مقومات للحياه مش موجوده. حضرتك وانت قاعد بتتفرج علينا دلوقتي او انتوا بتشوفونا، جنبك كوبايه الميه الساقعه، المروحه شغاله او التكييف اللي شغال عندك، التلفزيون اللي بتتفرج علينا، تخيل المقومات الحياه دي كلها الاساسيه مش الرفاهيه مش موجوده عندها، واحنا مش طالبين غير الست دي نعوضها لو جزء بسيط، وتعويضها ان شاء الله مؤسسه فذكر بالمشاركه مع اهل الخير هيحاول نقدم لها اللي ينفع يتعمل دلوقتي واللي يتعمل امبارح مش بكره. اتمنى
اللي دموعها الغالية دي اللي بتنزل تكون وصلت لكم وحسيتوا بيها وعرفتوا الست اللي بتتحمل وبتشقى وبتتعب وبتبيع قرص وبتاكل مش لما تعيط يبقى جابت آخرها، واحنا مش عايزينها توصل للحالة دي. أتمنى الأرقام اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة توصلوا معانا عشان نقدم لها الدعم اللي هو هيتقدم لها فعلا، بس محتاجين كلنا نقف مع بعض. مؤسسة فذكر لو هي بتقدم الدعم لأهل الخير وأهالينا الكرام في كل مكان، الدعم ده لو عايزين يزيد ويبقى سريع أكتر هيبقى عن طريق مشاركة حضراتكم اللي بننقل لكم على أرض الواقع الحاجة زي ما هي من غير ولا تهويل بقى ولا تضليل ولا أي حاجة، بنحاول ننقل الصورة ليكم لقلوبكم قبل عقولكم. أشوفكم على ألف خير وهنجيلها تاني إن شاء الله. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. هذا البرنامج برعاية صدق اللي هنشوف حياتها وقصتها اللي هتبقى غريبة اللي هتخليك وانت بتتفرج تقول الحمد لله على انا فيه. عشان كده جينا النهاردة في أحد الكرة التابعة لمركز إتصا في محافظة الفيوم، تقريبا كانت الموضوع مش تعب عليها هي لوحدها، تعب على كل اللي جاي عشان يشوفها ويشوف حالتها طرق غير ممهدة، فمش هتفرق كتير عن حال بيتها اللي هو من غير سقف، من غير مية كويسة تشربها، من غير حاجات كتير مش محتاجة وصف غير منها. تعالوا نشوف قصة الحاجة أم ممدوح. قولنا بقى حاجة، ايه الموضوع؟ عايشة مع مين ولا ايه قصتك؟ بعتولنا لمؤسسة فذكر قالوا تعالوا شوفوا الحاجة ام ممدوح. انا عايشة انا وبنتي بس هنا في البلد بعد الراجل، وزي ما انت شايف كده يعني انا بقبض المعاش بتاعه 1400، بنتي بتاخد بقالها يجي شهرين هي بتاخد 300 انها مطلعة. والحمد لله على كده يعني كافيين، بس يعني ما فيش دخل لنا بقى من اي مكان. انا وبنتي عايشين هنا، هي قاعده في اوضه وانا في اوضه. انت بنتك مطلقه؟ ايوه. وانت ارمله؟ معاكي اولاد تاني غيرها او بنات؟ معايا بنت بس متجوزه بعيد في فرحات. وفي تاني؟ ومعايا بقى مصطفى وثلاثه تانيين كل واحد في بيته. بس الحال صعب بقى على كله. والله على كله، والله عايشين يعني كلهم على فضل كريم. يعني انت في عيد اللحمه اللي فات ده ما اكلتيش لحمه؟ اللي بيقسمونا ربنا بناكله. ما اشتريتيش؟ لا والله، والله ما اشتريت. لكن ولاد الحلال جابوا لي كله. يعني اللي جابوه لي حاجات على قد كده، مش اللي حلو اللي ربع كيلو والنص كيلو. انت بنتك معاها كم عيل؟ بنتي معاها ثلاث بنات متجوزين. يعني بنتك المطلقة دي معاها ثلاث بنات؟ ثلاث بنات. واتجوزوا. وجوزها رماها بعد الثلاث بنات وما اتجوزت الثلاث بنات؟ والله وابن عمها. وابن عمها في نفسه؟ والله وابن عمها. ندل. لما مؤاخذة اتجوز عليها خد بنت عمها برضه.
بنت عمها التاني. ايوه التاني. هو غاوي لولاد ولاد عمه. ايوه ولاد عمه. طب ما يسترهم ويحافظ عليهم. والله بقى اللي حصل كده يا قريبي بعد حملت وجت من عنده وفيها والله فيها الغضروف والغده لا مؤاخذه والسكر. لا لا لا. يعني هي عاشت بالثلاثه لما جسمها يعني لا مؤاخذه مضخم كده من الغده. يعني الغده في الدم ما بتتعملش. يعني ما بتعملهاش عمليه، تبص لقى جسمها ورم لما ترتفع معاها والحمد لله هتعمل بقى نفع على امن الدوله بتاع تجيب علاج على امن الدوله لسه بتجري. طب فيه. طب احنا جايين عشان يعني ربنا اراد ان احنا نجيلك عشان محتاجين نوصل صوتك ونريحك. مرحبا والله. انت ايه انت محتاجه ايه؟ احنا جينا شفنا البيت وهو محتاج بيت. والله يا ابن الناس بس ايه اكيد انت حمده وشكر ربك. الف حمد وشكر الحمد لله يعني الحمد لله كمان يعني هم يعني بيقضونا بالعافيه ويقولونا يعني ولادي كل ما كده يعني ياخدونا نتعشى هناك ده ياخدنا نتغدى يعني لو على الارشاد اللي هم بيقولونا مش هيقضونا برضه مش مكفين والله 1400 انا باخده ويا سيدي لما انت وبنتي 300 يعني بقى لك تقريبا 1100 اللي تعيشي بيه تعبتي كهرباء ميه ربنا ما قضيها ما فيش الا بنتي اللي بتروح للدكاتره وانا الحمد لله. انت عندك كم سنه يا امي؟ والله عندي يجي 80 شايله الهم من بدري بس بتحمديه انا من ساعه لما دخلنا وانت عماله تحمدي ربنا بالرغم ان دموعك نازله. الف حمد وشكر انا بصلي فرض ربنا وقاعده العيل جه وقال لي يلا يا امي نتعشى بمشي انا وبنتي برضه ياخدنا احنا الاثنين. ولو ما قالكيش تعالى نتعشى؟ قاعدين ناكل من هنا من عندنا يعني. لكن ما تناميش من غير عشاء؟ لا لا انا حد بينام من غير عشاء؟ لو عايش بيدق كده. الحمد لله والله ناكلها بالموجود ونحمد ربنا. طيب احنا بقى ولاد الحلال والخير وكل الناس اللي عندهم رحمه وانسانيه إيه. بيشوفوكي دلوقتي انت محتاجه ايه نساعدك بايه طيب؟ والله اللي نخفف عنك اللي يعني اللي قدركم اللي يديه ربنا. لا انت تقولي مثلا في بيتي انا محتاجه ده الحمد لله وبتطلبيه من ربنا قبل العباد يعني. والله يا ابني انا ما اقدرش اقول اللي يديه ربنا ما اقدرش اكتر يعني احنا شفناكي واحنا في عز الصيف احنا عمالين نتداري من الشمس واحنا قاعدين نصور دلوقتي مش قادرين لا مؤاخذه القضا دي برضه لما سقطت عائدتها الجيران هدوا من دارنا واحنا ما قدرناش نقوم بالحيطه كده ما قدرناش نقوم بها السقف وقع عليك وقع بقى شقه السقف كده جريد وقع اللي هي في الاوضه وانت اصلا الاوضه الوحيده اللي متسقفه عندك متسقفه بجريد اللي هي دي بجريد ايوه اه دي بجريد ودي برضه الوصله دي بجريد وباقي البيت ما فيش سقف برضه هد من جرنا ده كان بجريد برضه كله يعني بس نص البيت دلوقتي من غير سقف كله زي ما انت شايف يا ابني كده ما فيش غير شويه قش حطاهم القطين اللي بره واحده لبنتي وساعه بصبقه نطره والله بتشر علينا برضه يعني في المطر في النطره في الميه بتنزل عليك وفي الحر الشمس نازله عليك هنعمل ايه بقى ندور المروحه انت الطبيعه مستقصداكي الحمد لا انا حملت من يوم كتير والف حمد وشكر على الصحه والله مش عايزين الا ورضا من ربنا الصحه بس يعني اللي ما عندوش صبر تقول له ايه؟ لا اله الا الله يجعلنا من الصابرين بالصبر يعني حاجه تانية كل اللي انت طالباه بس سقف سقفنا الاوضه دي ولا دي ونحط فيها مثلا الحروس بنبقى مزنوقين بقى مش عارفين نركن دي ولا دي تبقى الحاجه مزنوقه كده يعني نفسي ان انا بقى في حته الضيف يخش ولا العيل بس احنا بنتي في الاوضه دي طبعا من ساعه ما جات وما جابتش وانا بقى في الاوضه دي اللي احنا ايه اللي كنا عاملينها الاول بتاع الضيوف انا اللي فيها بس الحمد لله رضا الحاجه ام ممدوح عايشه وراضيه وحامده والله الحمد لله قوي من اجمل ما قابلت ومن اجمل الطلبات اللي انا شفتها هي ما بتطلبش وهي بتقول اللي يجيني من عند الله اهل الخير بعتوا لنا جايز يكون ربنا استجاب لها في دعائها ربنا يصلح حالكم يا رب العباد حاسس بعباده وعشان كده احنا عايزين نحس ببعض وعايزين نقول يا رب قوينا على طريق الخير وفعل الخير قوينا اللي احنا نخفف عن اخواتنا واحبابنا وامهاتنا الحاجه ام ممدوح تعبانه من يومها وهي سنها دلوقتي 80 سنه عايزين نريحها في اخر المشوار عشان كده مؤسسه فذكر بالتعاون مع اهل الخير باذن الله
قريب محتاجين نعملها السقف بتاع بيتها، واي طلبات تاني هنكون معاها خطوه بخطوه، مش هنسيبها، مش فكره السقف بس، هنشوف هي محتاجه ايه في حياتها اليوميه، محتاجه ايه لبنتها المطلقه المريضه اللي ابن عمها رماها في نهايه المشوار هي كمان. قصص ومآسي بنشوفها في حياتنا اليوميه بنحاول نحلها ونحل مشاكلنا من اهل الخير. اتمنى ان القصه والرساله تكون دخلت قلوبكم قبل عقولكم، اتمنى اللي احنا بنشوفه نكون ننقله لكم بكل مصداقيه وحياديه. اشوفكم على الف خير، وتشوفوا الحاجه ام ممدوح قريب باذن الله، واحنا بنفرحها بس خليكم معانا. النبي جهيد تفيكم شر المرض ويسترها معاكم ويستر ولادكم ويديكم الصحه، ما تشوفوش مرض في جسمكم ابدا يا رب، ويديكم الصحه ويقويكم على فعل الخير. الحمد لله، الف حمد وشكر. ربنا يبارك لك يا ابني فيك اولادك. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعا حالة أم ممدوح وتعليقك يا شيخ. تعليقي يا أخوانا كلام النبي عليه الصلاة، هل تصدقون رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم؟ لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرة، والله العظيم ما في بيت يشاهدني الآن أو مشاهد إلا هو عنده كربة في بيته، عشان ربنا يفرج الكربة دي، فرج عن كربة الحجة دي، اللي هو من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب والحجة محتاجة ايه؟ محتاجة كمان ستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طب محتاجة ايه؟ محتاجة انها تستريح فيجي لها شوية مية نظيفة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها فقال النبي عن أفضل العبادة وأفضل الصدقة تكلم عن الماء صلى الله عليه وآله وسلم. فالجنيه اللي انت هتدفعه ده لن يذهب، بل بالعكس إنما يتاجر به رب العالمين سبحانه وتعالى حتى تراه يوم القيامة كجبل أحد. إسلام كان شاب زي ابني وابنك، إسلام كان زي زميلي وزميلك، إسلام نفسه مرة تانية يرجع ويخرج ويشوف الشارع، نفسه مرة تانية يبدأ يتنفس الهواء الطلق في الشارع بدل ما هو محبوس في البيت. تخيل ابنك دخل كلية تربية رياضية، يعني قمة القوة، قمة النشاط، سباح ماهر، وفي لحظة من اللحظات للأسف حادث وهو بيتدرب في السباحة، فزي ما حضرتك شايف حالا أصيب بالجلوس في البيت. إسلام نفسه في حاجة سريعة من أهل الخير يقدروا عليها، أنه حد يوفر له كرسي كهرباء عشان يبدأ يخرج، وعلى المدى البعيد من خلال إن شاء الله رب العالمين أهل الخير هيبقى إسلام محتاج عملية عشان يقدر يقف على رجله مرة تانية ويبدأ يستمر في رحلة العلاج الطبيعي. إسلام قاعد من 2018 إلى الآن يا جماعة، ودخل في نوبة كآبة أو اكتئاب شديد. إحنا محتاجين إن إحنا نساعد إسلام النهاردة، محتاجين إن إحنا نشارك أهل الخير، محتاجين إن إحنا نتاجر في هذه التجارة الرابحة مع رب العالمين. إزيك يا إسلام؟ إزيك يا أستاذ محمد؟ عامل إيه؟ الحمد لله. احكي لنا بقى من أول الدراسة عملت إيه؟ أنا كنت في تربية رياضية جامعة اسكندرية، بعد كده اتنقلنا فرع مطروح. جينا في يوم نازلين الميه انا واصحابي بعد الكليه، القدر والنصيب خلاني اخبط في الارض بدماغي، كسر فقرتين في العنق 5 و6، ادى اتشال الرباعي، ومن يوميها بقى وانا بعمل علاج طبيعي. بس انا نفسي في كرسي متحرك كهرباء اروح على الجلسه بيه وارجع بيه بدل ما حد يزقني واجي. ما بتقدرش تتحرك؟ لا، انا ايديا ورجلي. لا. طب الدكاتره يقول لك في عمليه نقدر نعملها؟ في عملية زرع شريحة كده بتدي نبضات كهرباء للنخاع الشوكي، بتبدأ ترجع الإحساس والحركة تاني. بكام العملية؟
في حدود 5 مليون. من سنه كانت عامله 2.5 مليون، دلوقتي عامله 5 مليون. داخل مصر ولا خارج مصر؟ خارج مصر. خارج في امريكا. عامل في امريكا. نقدر باذن الله. ان شاء الله نقدر يا جماعه الخير. وما ذلك على الله ببعيد. نقدر من خلال اهل الخير، ونقدر ان احنا نتكاتف جميعا، ونقدر. شفنا البنت اللي اتعمل لها عمليه قبل كده ب 42 مليون جنيه، ومصريين وداخل مصر وخارج مصر الحمد لله رب العالمين، واهل الخير اهل الاسلام قدروا ان هم يوقفوا البنت مره تانية على رجلها. اسلام بينشدكم دلوقتي ان هو يقدر ان شاء الله بعمين اللي يقدر يساعد يعمل عمليه لاسلام يتصل بينا حالا كذلك الامر الى ان ينتهي من العمليه ويتم رب العالمين عليه الشفاء. عايزين نسمع اسلام نقول الفتره اللي جايه ديت اسلام نفسه في ايه يقدر يشم بيه هوا. نفسه في كرسي كهرباء انزل اتمشى بيه لوحدي من غير ما حد يبقى معايا يزقني، من غير ما ابقى حمل على حد في الشارع اللي هو يزقني يرجعني البيت ويوديني في اي حته. بتبقى زعلان لما حد يزقك في الشارع؟ الى حد ما، انما الكرسي الكهرباء هيريحك. هيريحني ابقى لوحدي انزل واطلع زي ما انا عايز كده، مش هبقى حمل على حد. الكرسي في حدود كام؟ بيعمل في حدود 25000 28000. نستطيع من خلال اهل الخير زي ما احنا بدانا الكلام يا جماعه مع قول رب العالمين ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 او 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.